مثل ما وعدتكم الأستاذة مريم رح تخبرنا هلأ عن كيف منتصرف بس يصير في إغماء كلي اللي هو فقدان للوعي وكمان انقطاع بالنفس. نعم أوكي. فمثل ما أنت ذكرتي اللي هو الإغماء الكلي انقطاع في النفس والوعي طبعا. فشخص إذا شاف أن الشخص مش واعي ونفس وشخص ما له نفس فهني يبتدي على الانعاش القلبي الرئوي بأسرع وقت. طبعا قبل هذا لابد أن اتصال بالإسعاف ونأمن المكان ونبتدي بالمهارة هذه. فإذا نجيب المانكن. نعم تفضلي. أوكي. طبعا اذا احنا بدينا بالبدايه الخطوات هاي مثل ما انا ذكرتك اياها اللي هو اتصال بالاسعاف وتاكد من استجابه والنفس المريض هذا فخلي اسويها عمليا هو بيكون افضل لك يعني وبتوصل لك معلومه اكثر. فدائما لما أن اوصل عن مريض طبعا مثل ما ذكرت انا لازم اامن المكان في نفس الوقت احاول اني انا اكون قريب من المريض دائما على ليفل الكتف المريض هذا. طبعا انا احاول اقيس الاستجابه عن طريق ضرب على الكتف او ممكن الحركه البسيطه على صدر المريض هذا او الشخص المغمى عليه. فاذا ما استجاب لي معناته هني تاكدت ان الشخص فاقد الوعي. كيف اتاكد اذا هو يتنفس ام لا؟ هاي الحركه وايد مهمه اللي هي نحن لازم نفتح مجرى هواء بالطريقه ان نرفع راسه مش زياده قليل واسمع واحس واشوف الصدر اذا كان يتحرك ام لا لمده 10 ثواني فقط. فبعد 10 ثواني هذا اذا شفت لا في حركه ولا حسيت بالنفس ولا سمعت اي نفس منه فهني خلاص الشخص هذا في اغماء الكلي وابتدي معه انعاش القلب الرئوي. طبعا انا اتصلت بالاسعاف قبل ما اوصل عن المريض هذا كون ان هالانعاش القلب الرئوي محتاج دعم أكيد. دعم الطبي اكثر. فافتح اذا كان الشخص لابس مثلا اي لبس مثلا احاول ان لنا دائما انعاش القلب الرئوي اللي احنا نسميه السي بي ار يكون على جسم دايركت بدل ما انه يكون على اللبس يعني. فحتى اذا ما فينا نفتح من قص الشيرت تبع الشخص. نعم اذا كان موجود المقص ليش لا؟ فنحن نقص القميص ونبتدي معه كون ان في النساء ممكن نعملها بدون هذا اذا كان اللي يعطي المهاره هذه اذا كان رجل يعني. ودائما راحه الايد هي اللي تي على الصدر مش الكف الكامل. أوكي. لأن الكف الكامل ممكن يسبب إصابات إضافية فأحاول أحط راحة الإيد وأجيب الإيد الثانية أحاول أشبكها مع أصابعي على أساس أني ما أضغط عليها بهالطريقة. نعم وأحاول أضغط عليها 30 ضغطة مع نفسين كون نحن حاليا في وضع الراهن مع الكوفيد فنحن دائما نحاول أن نعطي سي بي آر بدون النفس الاصطناعي فنحاول أن نعطي السي بي آر أو الإنعاش قلب الرئوي 30 ضغطة بالطريقة هذه. أوكي لـ30 مرة. لـ30 مرة. وبعدين. وبعدين أريح وعاطي نفسين. إذا ما عطيت وما عندي الأدوات اللي ممكن تحميني تحمي المريض هذا مثل اللي هو الماسك نعم فحاول أني أكمل السي بي آر بدون النفس هذا. أوكي. وأتم أنا مستمرية أن لي ما أنا أتعب أو أشوف أي علامات الحيوية أو طاقم السيارة إسعاف وصلت عندك. أوكي تمام. فإذا هلا رح نستدعي دكتور حسن لتحكي انت بيه اكثر على الاغماء الجزئي. هلا اهلا فيك وصلت انا. طبعا دكتور احنا اليوم بنتكلم معك عن الغصه الجزئي طبعا. أوكي. خلصنا مع الدكتوره اللي هي الغصه الكليه. أوكي. طبعا تعرف ان الغصه الجزئيه اليوم مهمه اذا احنا حاولنا نتدخل فيه اسرع ما يكون فممكن تنقذ حياه اي شخص. فاليوم احنا بنستدعيك از فيكتم معانا بس انا الفيكتم. نعم فخلي العب الدور يلا. زين راسي هنا هو افضل انه يكون. اوكي يلا. طبعا في الغصه الجزئيه دائما احنا نحاول نحافظ على المجرى الهواء فنبتدي بالخطوات ان كيف ممكن نخلي الشخص المغمى ايوه المغمى الجزئي عندنا ان المجرى الهواء تكون مفتوح فنحاول نشيل الايد اللي قريبه منه ونحطيها على جنب عن طريق او على شكل حرف ال نحاول ناخذ الايد البعيده عنه ونحطيها على الكتف اللي قريبه منه. اوكي ونحاول ان نجسف الرجل اللي هي البعيده عنه بالطريقه هذه وعن طريق الركبه وعن طريق الكتف او الكوع ممكن نسحب الشخص هذا بالطريقه هذه. واو فيك تسحب شخص حتى اذا اكبر منك حجما ووزنا. نعم صحيح. ففي نفس الوقت احاول افتح المجرى الهواء بالطريقه هذه. اوكي ونفس الوقت احط رجل حسن يور اوكي يا على طرف على اساس ان نحن ما يعني ما نتجنب ان الشخص ايوه على انه يرجع مكانه. اوكي فهذه الوضعيه الافاقه اللي هي تساعد ان بقاء المجرى الهواء مفتوح. تفضلوا اذا بتكون
ولمتى تم على هالشكل هذا؟ وطبعا انت بتم على هذا الوضعيه لما يوصل طاقم الاسعاف، او انه اذا كان شخص وقف على نفس نرده مره ثانيه في وضعيه الاسترخاء ونبتدي مع انعاش القلب الرئوي. ترى اشياء مهمه هذه كانت كلها. اكيد اشياء مهمه. شكرا استاذه مريم على كل المعلومات الكثير قيمه اللي اعطيتينا اياهم اليوم، بعتقد كل ام وبي وكل شخص بيستفيد منها اكيد بالبيت وكمان بالعمل. ممكن المعلومات اللي شاركناكم فيها اليوم تحسوها انها كثيره، بس هي اساسيه وممكن انه تنقذوا حياه حدا حدكم يوما ما.